انا نفسي، انا يعني هاني نفسي ان الصحافة تكتب كام سفر التريليوني. عارف كام سفر؟ تريليون 12، واحد ضم 12 سفر. 12 سفر. يا ريتك تكتبوها للناس علشان يعرفوا ايه من الكلام. فانا قلت له، انا قلت له ده العجز، 2 تريليون ده العجز. العجز. قلت له لو احنا في اوروبا عندنا مثلا 200 مليار دين ما بننامش، لازم نجري وراها عشان نخلصها، لان ده دين، الدين للاجيال اللي بعدي، ولادي وولاد ولادهم. فلازم التوعيه تكون موجوده ان الدين ده ليه ارباحه، وازاي ان انا ايه اقلل من الدين عشان اعيش. زي ما حد مثل، لو انا متجوز واحده وعندنا حساب في البنك، وتيجي كل يوم تشتري فستان او تشتري شبكه او تشتري ذهب او تشتري كل يوم، فبتسحب من البنك لغايه ما الفلوس اللي بتاعتنا اللي موجوده خلصت، وبدات تشتري برضه وتشتري تاني، وبتاخد ايه قرض من البنك وقرض من البنك وقرض من البنك وقرض من البنك. فما بتحسش انت بالدين اللي عليك ايه لما تيجي بقى اولادها عايزين يدرسوا، ما تقدرش انك انت تدفع له ثمن المدرسه او ثمن الكتب علشان الدين موجود. فيا اما زوجها او الزوج او الزوجه، يعني اي واحد، ما ممكن مش الست بس اللي بتغلط، الراجل برضه يعني، مثلا ابوك يبقى الاثنين يعني، ما تكتبش على انها واحده ست يعني، واحده من الاثنين عشان ما ازعلش البنات يعني. يعني ده مش قصدي. فليه ما نقولش للناس ستوب، يعني نقف، انا خلصت من الدين، احوش بلاش 10 فساتين يبقى عندي 5، وبلاش كذا يبقى 5، على اساس ان انا ما دونش نفسي وما دونش ولادي وما ايه ما تعبش في الموضوع. فدي عمل التوعيه، ان احنا نعرف ان احنا نعيش على قدنا في الوقت اللي احنا فيه، مش معناها ان احنا نحرم نفسنا من حاجه.